نقاط مهمة، وقلنا الفريق اللي يفوز راح يكون قريب على الدوري، يعني في مباراة واحدة. الكويت باقي لها الجهرة، والغدسية باقي لها الساحل. الفضلي الضيع أيضا من الفضلي، عبد العزيز الفضلي الضيع منه. يلا من اللي راح يفتتح أقوال نادي الكويت؟ من اللي راح يفتتح الكويت؟ شوف، وأيضا الثنتين أوت، ثنتين أوت من راشد رياض الرباح، وثنتين أوت من عبد العزيز الفضلي. الكويت 0، الغدسية 7، 4:30 على نهاية الربع الأول من المباراة. الكرة مع إيريك فيلد، إيريك ما يسجلها، ياخذها سالمين، محمد سالمين ويحطها نقطتين. شوف محمد سالمين وجمهور الغدسية مالي صارت يوسف الشاهين في نادي كافة. الكرة مع آيرا، آيرا لازم الكويت ينزل أندري، لازم نادي الكويت ينزل أندري على الأقل يسجل له نقطة نقطتين. الكرة مع حسين عبد الرحمن، حسين إلى راشد، راشد إلى حسين، حسين يحاول يحط ثلاثية أيضا ما يسجلها، ياخذها مرة ثانية آيرا، آيرا كلارك، آيرا يحطها ثلاثية. آيرا كلارك، شوف قاعد أقول من اللي يسجل الكويت نقطة ونقطتين؟ آيرا كلارك يقول أنا راح أحط ثلاث نقاط بدال النقطة والثنتين، أنا راح أحط ثلاث، ويحط له ثلاثية. آيرا كلارك ايش عقبه بعد 3:45 على الربع الأول، على نهاية الربع الأول. وصقر عبد الرضا، صقر عبد الرضا إلى عبد الله المطيري ما يسجلها، ياخذها سالم، ياخذها راشد رياض الرباح، الرباح إلى الفضلي، عبد العزيز الفضلي إلى حسين عبد الرحمن، حسين إلى راشد، راشد إلى يحيى البحر، يحيى البحر يحاول يمر، يحيى البحر، يحيى إلى آيرا، كرة مقطوعة ياخذها جيمس ويليام، إيريك فيلد، إيريك فيلد فاول على البحر، إيريك فيلد فاول على يحيى البحر، وفي تغيير، والحاكم الدولي البحريني فاضل كركدوش يقول للاعبين نادي الكويت لحظة، أول شيء خلي أنا أعطي الفاول لحكام الطاولة، وبعدين تعالوا تدشوا الملعب. الغدسية 9، الكويت 3، وتغيير مثل ما قلت لك لازم ينزل أندري بيتس، ونزل أندري بيتس، ونزل أيضا سالم الهذال، والكرة للغدسية تحت سلة الكويت. دقيقتين، 3 دقائق على نهاية الربع الأول من المباراة، والمطيري عبد الله المطيري يحط أيضا نقطتين. شوف عبد الله المطيري والكرة مع الرباح، وأيضا فاول، فاول فاول لمصلحة الكويت، فاول على هذا الحكم الدولي البحريني فاضل كركدوش، فاول على 15 محمد سالمين. شوف حاول يمر هنا، فاول 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 على محمد سالمين، فاول واضح على سالمين، قرار الحاكم سليم، الحاكم البحريني فاضل كركدوش. رميتين راشد رياض، راشد رياض الرباح توا مضيع ثنتين، والحين ايضا يضيع، ايضا يضيع الرميه الثالثه راشد رياض الرباح. والمدرب زوران مدرب نادي الكويت قاعد يضحك، قاعد يقول فعلا مو معقوله لحد الان. شوف لاعبين نادي الكويت مو راضين يسجلون الا آيرا سجل فقط ثلاثيه، 11-3، 11-3 باقي دقيقتين واربعين ثانيه على نهايه الربع الاول من المباراه. 11 الغدسيه 3 الكويت، والكره مع إيريك فيلد، إيريك فيلد لاعب الغدسية الأمريكي يحاول يمر، ويمر إيريك فيلد على السلة ويسجل، ويسجل أيضا نقطتين. إيريك فيلد يحطها نقطتين، وحسين عبد الرحمن وأيضا يضيع ويكملها، يكملها كرة حلوة، حسين عبد الرحمن الخباز يحط أيضا نقطتين للكويت. بدأت المباراة تشد، إذا الكويت سجل، الغدسية سجل، تحلو المباراة، تصير أحلى. 13 الغدسية، 5 الكويت، دقيقة و55 ثانية على نهاية الربع الأول من المباراة، والكرة مع المنير، فهد المنير، 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 ويحط نقطتين. فهد المنير يحط أيضا، شوف نقطتين للغدسية. الغدسية كل لاعبين اللي نزلوا كلهم سجلوا، كلهم سجلين، وأندري بيتس، وأندري بيتس فاول على سالمين، فاول 3 رميات، والحكم الدولي القطري محمد السبيعي يقول في فاول على محمد سالمين، 3 رميات،
ثلاث رميات وفي تغيير، راح يطلع راشد الرباح وينزل مكانه علي الذياب، وايضا راح ينزل الحميدي مكان محمد سالمين. شوف الغاتسية 15 الكويت 5، ثلاث رميات عن طريق أندري بيتس، هذا أندري بيتس الأمريكي. الرمية الأولى أندري، الله، وضيع الرمية الأولى. الكويت لحد الآن مو مسجل ولا رمية حرة. ثمان، شوف، سبع رميات حرة الكويت، سبع رميات مو مسجل ولا رمية. وأنا في كل مباراة أقول اللي يبي يفوز لازم يسجل رميات حرة، لازم تسجل رميات حرة عشان تفوز في المباراة. وأندري بيتس يسجل الرمية الأولى، وراح يرمي الرمية أيضا الثالثة ويسجل أيضا أندري بيتس. 7 الكويت 15 الغادسية، دقيقة و30 ثانية على نهاية الربع الأول من المباراة. فهاد المنير مع الكرة إلى الحميدي إلى المطيري، عبد الله إلى الحميدي يحاول يمرر الكرة إلى إيريك فيلد يحاول يحط له ثلاثية وما يسجلها، ياخذها علي الذياب تطلع الكرة لمصلحة نادي القادسية، والحكم الدولي القطري محمد السبيعي، والكرة لمصلحة القادسية الكويتي. عبد العزيز الحميدي يا المطيري، الكرة مع فهاد المنير ويمر يمررها وتطلع الكرة أوت لمصلحة نادي الكويت. أوت الكويت. أندري بيتس معدل السكور ماله في كل مباراة يعني مو أقل من 30 نقطة يسجل، مو أقل. لاعب خطر ولاعب متمكن ومتميز. أندري بيتس كان يسجل في البطولة العربية أيضا من 25 و30 و35 نقطة يسجل هذا اللاعب، والكرة مع فهاد المنير. وأيضا شوف هذا اللاعب 4 إيريك فيلد، لاعب الريان القطري، لعب في بطولة آسيا، لعب المباراة النهائية أمام سابا الإيراني، وفاول حاكم البحريني كركدوش يقول في فاول على فريق نادي الكويت على 6 الكويت. فاول على لاعب نادي الكويت علي الذياب. كرة الرمية الأولى فيلد، هذا تشوف اللاعب إيريك فيلد لاعب نادي القادسية الأمريكي. الرمية الثانية يسجل إيريك فيلد، يسجل الرمية الثانية. 16 القادسية 7 الكويت، باقي 24 ثانية على نهاية الربع الأول من المباراة، والكرة مع أندري إلى علي الذياب. علي يحاول يمرر الكرة، يحط له ثلاثية، الله، شوف علي الذياب يحط له ثلاثية حلوة للكويت علي الذياب. الكرة مع إيريك فيلد وتضيع، ياخذها مرة ثانية على السلة ويصفر الحكم معلن عن نهاية الربع الأول من المباراة. القادسية 15 والكويت 10، 16 10.